متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الفنانة الصاعدة إيناس عبدلي وفي أحد ظهور لها طلت على متابعيها بفستان ناعم باللون الأزرق، وقد تناسق لون الفستان مع لون عينيها الجميلتين. لكن المفاجأة لم تكمن هنا، ففي رمضان 2021 سيتم تحضير لسيت كوم جديد يجمع الممثل العملاق عثمان بن داود والممثلة الصاعدة إيناس عبدلي والممثلة الأخرى يامنة، وثلة من الممثلين ينطلق تصويره يوم 27 من مارس 2021 تحسبا لبثه خلال الشهر الفضيل رمضان 2021. وأخيرا يمكن أن نقول أن عيني إيناس الخضراوتين لم يكونا عائقا لها لتأدية هذا الدور. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.